السلام عليكم. دلوقتي إن شاء الله هنبدأ في قاعدة إف. قاعدة إف مهمة جدا جدا في البرمجة، وموجودة في كل لغات البرمجة. شكلها بيختلف من لغة للغة تانية، لكن في الأخير كلهم نفس الحاجة وبتأدي نفس الدور. طيب، ما هو الشكل العام لقاعدة إف؟ في الأول خالص بروح أقول له إف، بكتب كلمة إيه؟ بكتب كلمة إف زي ما هي كده، وبعد كده بكتب بوليان. كلمة بوليان معناها الشرط اللي أنا عايز أنفذ الجملة الشرطية على أساسه، اللي هو في الأخير هيترجم إلى ترو أو فولس، يعني يا آه يا لأ. يعني لو الشرط اتحقق اعمل حاجة معينة، والحاجة دي هي الجملة اللي بعد إف على طول، ولو ما اتحققش اعمل حاجة تانية. الحاجة دي هي أنا هقول له عليها بعد كده بيبقى شكلها عامل إزاي. غالباً الشرط أو بوليان ده بنسميه لوجيكال تيست. يعني إيه لوجيكال تيست؟ يعني بيكون عبارة عن إيكوال إيكوال، بقول له هل يساوي أو أكبر من أو أكبر من أو يساوي أو أصغر من أو أصغر من أو يساوي. ده هو معنى اللوجيكال تيست أو كلمة بوليان، يبقى ده معناها. وفي الحالة دي بقول له لو الشرط اتحقق نفذ مجموعة الاوردرز او الاوامر اللي بعد اف على طول، ولو ما اتحققش نفذ حاجة تانية. بعد بوليان بعمل كولون، اللي هم نقطتين اللي على بعض دول، او بنزل على طول انتر وهو بيروح يعمل لي كولون لوحده. تمام كده؟ يعني ممكن مثلا اقول له اف واكتب مثلا اي حاجة اكس ايكوال ايكوال 20، واقوم نازل. هلاقيه على طول عمل لي ايه؟ هل ايه، هو لوحده كتب كلمة كولون لوحده ونزل سطر جديد، وحتى ما بدأش من أول السطر، لأن احنا لابد إن احنا نسيب مسافة طالما الأمر تحت إف. طالما الأمر إيه؟ تحت إف، مجموعة الأوامر اللي هتتنفذ اللي خاصة بالأمر إف دي هتتكتب تحت الإيه؟ الإف على طول، وبالتالي لابد إن أنا أسيب مسافة تاب أو 5 مسافات يعني. وبعد كده بروح أكتب مجموعة الأوردرز اللي أنا عايزها، بكتب أي أوامر أنا عايز أنفذها هنشوف دلوقتي. وبعد كده بكتب ايه باقي الكود بتاعي اللي هو هينفذه لو خرج من الاف، حتى انا مسميها anything you want to execute، وايه وبدات من اول السطر. تمام كده؟ غير اوردرز بدا ايه تحت الاف على طول. ده هو الشكل العام للايه الاف الشرطيه. طيب، بنقول بعد كده خلونا نشوف مثال مع بعض. المثال ده زي ما احنا شايفين كده بالظبط، بيقول لي اكس بتساوي 10، ادي اكس وبتساوي 10. وبعد كده بقول له اف اكس ايكوال ايكوال 10، ده هو البوليان او اللوجيكال تيست اللي انا بقول عليه. وبعد كده حطيت كولون او نقطتين على بعض، وبعد كده بقول له برنت اكس، برنت هالو بايثون، برنت ماي نيم از خليل، وانزل سطر جديد لان عملت له باك سلاش ان، وبقول له ايام دكتور، وبرنت 3 في اكس زائد 100، وخرجت بره الاف خالص وقلت له ايه برنت 5 في اكس زائد 10. الجزء ده من الكود معناه ايه؟ في الاول خالص انا بعرف متغير اسمه اكس وبحط جواها القيمه اللي هي 10، تحت بديه الشرط بتاعي. بديه مين؟ الشرط بتاعي، عن طريق اني بساله هل اكس بتساوي 10؟ هل اكس بتساوي 10؟ وزي ما قلت لك هو هنا هيرجع يا ترو يا فولس، هيرجع يا ترو يا فولس. ليه؟ لان هو بيتست. والله لو اكس ساوت 10 هيديني ترو، لو اكس ما ساوتش 10 هيديني فولس. هنلاحظ فعلا ان اكس بتساوي 10، لان اكس كان متغير جواها كام؟ جواها الفاليو اللي هي 10. يبقى طالما اكس بتساوي 10 يبقى الشرط اتحقق، يبقى هينزل ينفذ الكلام اللي هو موجود تحت مين؟ هينفذ الكلام اللي هو موجود تحت اف، وهو كالاتي. هنا بقول له اعرض لي اكس، يعني برنت قيمه اكس، وهنا بقول له اعرض لي الجمله دي اللي هي هالو بايثون، وهنا بقول له اعرض لي الجمله دي اللي هي ماي نيم از خليل، وبعد كده انزل سطر جديد لان قلت له باك سلاش ان، واعرض لي كمان اي ام دكتور، وهنا بقول له اعرض لي الجمله دي اللي هي الجمله او التعبير الرياضي ده اللي هو عباره عن 3 في اكس زائد 100، هياخد اكس ويشيلها ويحط قيمتها اللي هي 10، يبقى 3 في 10 ب 30، ويجمع لها 100 يديني 130. وبعد ما يخلص جميع الاوردرز
او جميع الاوامر اللي هي موجوده داخل الشرط اللي هو اف هيطلع بره وينفذ كام؟ 5 في اكس زائد كام؟ زائد 10. هنا هو خلص مجموعه الاوامر اللي جوه اف واللي نفذها لما الشرط اتحقق، وبالتالي هيخرج من اف خالص، ولما يخرج هيلاقيني بقول له اعرض لي 5 في اكس زائد كام؟ زائد 10، هيقوم عارض لي النتيجه بتاعتها. وبالتالي لما اجي هنا واقول له رن، اهو راح لقى ان الشرط اتحقق، وبالتالي طبع لي قيمه الاكس اللي هي 10، ونزل طبع لي هالو بايثون، وطبع لي ماي نيم از خليل، وتحتها على طول يا دكتور ليه؟ لان حطيت له هنا باك سلاش ان، وراح نفذ العمليه الرياضيه 3 في اكس زائد 100، وفعلا هي 130. ودول جميع الاوامر اللي هم خاصين بالامر اف او اف الشرطيه. ولما خلص خالص لاني بقول له ايه؟ خرج بره، لاني بقول له برنت 5 في اكس زائد 10. اكس كانت قيمتها ب 10، يبقى 5 في 10 ب 50 زائد 10 اداني كام؟ اداني 60. لو انا جبت لك جزء تاني من الكود، جزء صغير كده، وسالتك ما هو خارج الكود ده؟ هتقول لي والله تعالى اوريك براحه خارجه هو عباره عن ايه؟ في الأول أنا بعرف متغير اسمه إكس وحاطط جواه الرقم 10. بقول له إكس بتساوي تساوي 5، بقول له هل إكس بتساوي 5؟ في الحالة دي هتقول لي لأ، ده إكس ب 10، يبقى 10 بتساوي تساوي 5؟ لأ، يبقى هنا الشرط ما اتحققش، وبالتالي مش هينزل ينفذ مجموعة الأوامر اللي هي خاصة بإف، هيطلع بره. لما هيطلع بره هيلاقيني مش مديله حاجة ينفذها، وبالتالي مش هيظهر لي حاجة على الشاشة. لما اقول له رن هيقول لي اهو انا عملت لك رن بس ما ظهرتش حاجه. ليه؟ لان انت مش مدي لي حاجه انفذها مبدئيا بعد الاف، وفي البدايه خالص مجموع الشرط ما اتحققش، فانا مش هدخل جوه الاف عشان انفذ مجموعه الاوردرز او الاوامر اللي هي ايه؟ اللي هي جواها. وبالتالي هيجي ينزل على الاوامر اللي بعد اف مش هيلاقي اوامر ينفذها، وبالتالي مش هيديني حاجه. طب سؤال تاني، لو انا اديتك جزء برضو من الكود وبقول لك ما هو خارج او ما هو ناتج الكود ده، هتقول لي في البدايه هو عرف متغير اسمه اكس وحط جواه الرقم 10 او القيمه 10، بعدين راح يقارن اكس ب 5 فلاقى ان 10 مش بتساوي 5، ده معناه ان الشرط ما اتحققش، وبالتالي مش هينفذ مجموعه الاوامر اللي تحت اف اللي انا مديها له دي، هيقوم خارج من اف خالص ونازل على تحت. هيلاقي انا مديله امر بقول له برنت 50 في اكس. الامر ده هيعرف ازاي ان هو مش تبع اف؟ لان انا مش سايب مسافه في الاول. ليه؟ انا مش سايب مسافه في الاول، وبالتالي هيعرف ان الامر ده ليس خاص بمجموعه الاوامر بتاعه الاف. وبالتالي هيروح يعرض لي 50 في اكس، وفي الحاله دي هيعرض لي كام؟ هيعرض لي 500. اهو اداني كام؟ اداني 500.